هل ثواب الفرض الواحد من الصلوات الخمس بمثابة 1000 وخاصة في الحرم الشريف أو في جميع المساجد بمكة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، المساجد كلها التي داخل الأميال تعتبر من الحرم الشريف وتضاعف فيها الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الحرام أنها 100,000 صلاة بما سواه من المساجد، وذلك يشمل كل مساجد الحرم. ولكن كل ما قرب الإنسان من الكعبة وعاين البيت الشريف وصلى في مسجد البيت الشريف فإن ذلك أفضل، وإلا فالفضيلة والمضاعفة تشمل كل أرجاء الحرم ولله الحمد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.